فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما دول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن. دي ناس اشتغلت في الحالة دي عشان تطلع النتائج. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. أهلا بكم. عندنا أكبر معضلة في مصر في عالم طب الأسنان، وأعتقد أنه يعني ضيفي العزيز أكيد هيشاركني هذا الرأي، إن إحنا عندنا دايما الطلبات المتناقضة في عالم طب الأسنان وخصوصا في عالم تجميل الأسنان. أول حاجة أنا هتقمص لكم كده شخصية أي حد عنده مشكلة في الأسنان. أولا رايح خايف، كل اللي في دماغه طول السكة ورايا قاعد أنا خايف، أنا قلقان، أصل أنا ما بحبش أروح لدكتور سنان، أنا وعنده مشاكل رهيبة في سنان. أول ما يروح أول كلمة هيقولها لدكتور السنان، أول كلمة خلاص إمتى؟ أصل أنا ما بحبش أقعد أستنى. وممكن يكون هو من الناس اللي عندها يعني شغل بيستلزم انها تقعد بالساعات، او يكون هو من الناس اللي تقعد على كافيه مثلا بالثمان تسع ساعات عادي، قاعد من الساعه 1 بالليل لغايه الساعه 8 الصبح قاعد. في ناس بتلعب بلاي ستيشن لمده 8 ساعات، لكن يروح اول حاجه وانا همشي امتى؟ انا اخباري في الوقت ايه؟ يعني الوقت اصل بص انا ما بحبش القعده، انا ما بحبش القعده. تمام، دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى الحاجات المتناقضه، انا عايز اعمل حاجه الناس كلها تبقى تقول واو بس ما تبقاش ملفته، انا عايز لون ابيض قوي 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 بس ما يبانش انه فيك، انا عايز شكل سنان حلو قوي بس تكون قويه، انا عايز طبعا الله يكون في عونهم يعني يعني دكاتره السنان فعلا بيصابوا عليا والله العظيم. ده مش العزيز القيمه العلميه الكبيره اللي هو يعني عمال يضحك في الصوره والاسم الكبير وصاحب الكاريزما الخاصه الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور شادي. اهلا بيك يا ايمن. ايه اللي ضحك؟ على اصل انت بتوصف ال 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 واتس ريلي هابينينج، وفي نفس الوقت الرد بتاعه اللي بيلخم دكاتره السنان واللي بيخليهم ما يعرفش طب انا اروح فين دلوقتي بقى؟ طب انا اعمل ايه مع الراجل ده؟ هو ده فعلا مربط الفرس، النهى او ان احنا هنعمل ايه علشان خاطر نرضي هذا الكونتراديكشن الرهيب والتناقض الرهيب ما بين الحلاوه الشديده وعدم الالفات، انه يبقى طبيعي بس يبقى حلو. يبقى سريع وما يوجعش. يبقى لما اخلص ما يبقاش فيه مشاكل. منين السرعه والكواليتي؟ منين الـ 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 الابهار من غير لفت الانتباه؟ يعني ده يتلخص يلم لنا كده كله في كلمه، تصميم الابتسامه. هنتكلم النهارده على تطور كبير في عالم طب الاسنان والتجميل. خليكم معانا، الحوار هيبدا مع الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تجميل الاسنان الاكثر برانش خد تطور كبير قوي في الفتره الاخيره وحل مشكلات كتيره او حل كل المشكلات. ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض طبعا. ابيض. تجميل الاسنان دلوقتي النهارده ما بقاش تجميل اسنان بس، بقينا بنجمل السنان، بنجمل اللثه، بنجمل الشفايف، بنشيل تجاعيد الوش، بننفخ الشفايف، بنعدل شكل الوش، بنجمل الابتسامه كلها، بنجمل الوش. يعني احنا البرواز كبر شويه، بدل ما هو كان على قد الضحكه كبر وصل للوجنتين ولكل الجزء ده. فاصبح النهارده واحد جاي لك عنده اسنانه شكلها وحش، طب هنجملها ازاي؟ دي السكوب بتاعنا او المنظور بتاعنا يختلف. المنظور بتاعنا يختلف من حيث الاشعه المقطعيه، ان احنا ابتدينا ان احنا بدل ما كنا بنعمل اشعه مقطعيه على السنان بقينا بنعمل اشعه مقطعيه على السنان والخد ومفصل الفك والجيوب الانفيه، وبنوصل لحد فوق، ابتدينا نكبر الويندو او منظور الرؤيه بتاعنا
ان احنا نقدر نشوف المفصل ماشي ازاي والعضه ماشي ازاي والكلام ده كله. وكمان ندرس الانسجه بقى، انا النهارده السنان دي بارزه طالعه ولا داخله، السنان دي فيها شكلها عامل ازاي، ازاي نصمم ابتسامه جميله. يمكن من الحاجات الرائعه في تصميم الابتسامه ان هي ممكن تطشات صغيره قوي تعمل لي حاجه حلوه قوي، وفي نفس الوقت ممكن برضو حاجات ميجر تتعمل بطريقه جميله جدا على اسنان طبيعيه او على زراعات. يعني انا النهارده عندي حاله، هناخد يمكن مجموعه من الحالات نعرضها النهارده، الحلقه يمكن هتودينا في الشرق والغرب. حاله كانت بسيطه تبان صعبه جدا، يعني تبان ان احنا عندنا سنان صغيره وملطشه وفيها حاجات شكلها وحش ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعدين طب احنا هنعمل فيها ايه؟ هو نمشي الدنيا ازاي؟ دي نفس القصه، دكتور انا اسناني صغيره بس في نفس الوقت انا مش عايز اعمل طرابيش، بس في نفس الوقت يا دكتور انا مش عايز ابرد سناني دي كلها. انا اسناني بقيت سناني يعني حاسس اسناني ما فيهاش حاجه بس شكلها صغير، طب عايز اكبرها ازاي؟ طب هتمشي نكبرها ان احنا هنزق شد السنان دي لتحت مثلا، ممكن نشدها عن طريق تقويم مثلا، هل هنطلعها لبره، هل هنحدد شكل اللثه معين ونقص اللثه، هل ان احنا هنبرد السنان دي ونركب سنان اطول. كل الكلام ده ممكن انت عندك لما كل ما بتكتر التكنولوجيا. يمكن انا كنت لسه بتكلم مع الدكاتره بتوعي بقول لهم كل ما بتكتر التكنولوجيا كل ما بيكتر الجناب الحاوي بيبقى عندك مليون طريق عشان توصل منه لحاجه للحل المثالي. فالحل المثالي ايه؟ ان انت تعمل اول حاجه اسمها ايه؟ تصميم ابتسامه. تصميم ابتسامه ان احنا نبتدي نرسم شكل الاسنان المثاليه على الاسنان اللي موجوده. كل واحده فيهم ليها شكل معين، شكل اللثه معين، البروز بتاع اللثه في جنب اكتر من جنب، الشكل بتاع اللثه بيبقى في جنب اكتر من جنب. طب هل السنان دي الطلوع والخروج بتاعها مناسب ولا لا؟ هل لما العمريض بيضحك الشفه دي لما بتترفع تترفع قد ايه؟ تترفع ملي ولا اتنين ولا ثلاثه؟ ولو انا كبرت السنان الملي ولا اتنين ولا الثلاثه دول عن طريق قص اللثه هتبقى السنان شكلها كبير ولا صغير؟ وهتبقى شكلها مناسب لوشه ولا لا؟ هل الوش ده مدور ولا مربع فالاسنان دي مناسبه ليه ولا لا؟ هل لون السنان دي مناسب للون البشره ولا لا؟ ابتدي اخد الكلام ده واحطه على وشه على الكمبيوتر. طيب لما عملت السنان شكل السنان اكني قصيت اللثه طلع الشكل مثالي. طب فرضا ما لقيتوش مثالي يا دكتور ايمن، لقيت ان برضه لسه باين جزء من اللثه، جيت اطول السنان لقيتها طولت قوي، ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقوم حاطط شويه بوتوكسانا انزل الشفه شويه واقوم رافع برضه السنان. طيب اذا هو كومباينيشن، هو انت فاكر فيلم الليمبي لما كان بيضحك ويقول له الشفه كل شويه تقع لفوق مش عارف ايه؟ ده عصب الشفه، عصب الشفه هي مش تجميل، هي تجميل وجه واسنان. هي مش تجميل اسنان بس، يعني انت النهارده لو رحت بتاع اللي خلانا دخلنا ليه في البوتوكس وفي التجميل الشفه وفي التجاعيد والكلام ده، لان لقينا الناس بتجي لنا واحد مثلا يعمل بوتوكس تلاقي شفته دي نزلت وما كانش ليه داعي انه يعمل بوتوكس اصلا، واحنا نقعد نعمل في سنان ما فيش حاجه تبان لما بيضحك الشفه مغطيه السنان كلها. واحد تاني يعمل وتبص تلاقيه برده ما غطتش القدر الكافي. فاحنا عملنا ايه؟ ابتدينا قصينا اللثه، يمكن في الصوره اللي فاتت باينه قصينا اللثه الاول علشان خاطر زي ما كانت في الصوره اللي قبليها بتاع تصميم الابتسامه. ابتدت عملت لنا البروز المثالي للاسنان، الشكل المثالي للاسنان، ولكن عندي القاطع الشمال ده فيه حشوه تجميليه بيضه حصل لها مشكله وفيها تسوس ومش عارف ايه والكلام ده كله، شكلها لطشه كده. فايه طيب نعمل ايه؟ نبتدي نعزل الاول هذه السنه لوحدها. العزل ده يعمل لك ايه؟ اول حاجه يخلي لك ان انت تقدر تتحكم في الحواف انها تبقى مظبوطه 100%، تتحكم في ماده اللزق ان ما يحصلش اي سوائل، تتحكم انك تفصل تشيل لون اللثه. اللون اللثه هو ديستراكشن. يعني ايه ديستراكشن؟ حضرتك لما بتقارن لون اصفر بلون اصفر على لون احمر بيعمل لك عدم موازنه للون، ما تقدرش تقارن اللون بشكل مظبوط. فحتى لما تلاقي بتوع التصوير يعمل لك دايما الباك جراوند زرقاء او رمادي، ليه؟ علشان خاطر يقدر ان هو يتحكم في اللون اللي هو عايزه بالظبط ما يحصلوش ديستراكشن. فنبتدي نعمل الرابر ده نختار لونها بالشكل المظبوط عشان نقدر نقارن لون السنه دي ونعمل السنه اللي جايه بنفس اللون. ونبتدي ناخد اللون بحاجه اسمها السبكتروفوتومتر. السبكتروفوتومتر ده حاجه بتاخد لون الاسنان بالظبط وتقول لك كل منطقه من الاسنان لونها ايه، مش بالعين المجرده بقى وتطلع مفرقه شويه ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا.
وابتدي احط السنه جنب السنه من غير الدستراكشن بتاع اللثه واشوف ان السنتين بالظبط زي بعض. وبعد كده بعد ما احط السنه دي ابتدي الزقها، يبقى انا اصلا ما اقدرش اعرف السنه دي مين فيهم اللي اتعمل، انا عامل سنه واحده بس داخل فمه وما تقدرش تعرف. عملت تصميم ابتسامه كامل عن طريق مرحله اولى قص لثه، مرحله ثانيه كفر على القطع الشمال، وابتسامه بقت كامله وجميله وطبيعيه ومن غير برد ومن غير تحضير اسنان. هو سنه واحده اللي هي كان فيها الحشوه التجميليه الكبيره وكان اوريدي كانت مبنيه بحشو، بقت السنان جميله والبنت رجعت تبتسم تاني وما كانش في اي مشاكل. هنا النو هاو او هنا كيفيه الحلو بس مش ملفت، الجميل مبهر بس مش مكلف. بس مش باين ان هو معمول مش مكلف ومش مكلف نسبيا، مش مكلف ومش مش هياخد وقت طويل ساعه بالظبط، بنتكلم في ساعه يعني. طيب تعال نروح بقى للجزء الثالث، الجزء الثاني يعني جزء مهم بس ده بقى هنبقى بسرعه فيه لانه ده فيه اتهامات كتير قوي. متهم وجاني وبريء ويزعل مننا اي حد. جاني متهم ام بريء؟ من لا يضع من لا يضع في اعتباره علاقه ما بين الفم وتفاصيل الوش عند تجميل الاسنان؟ سؤال عام جدا كلاسيكي جدا. اكيد ده مش متهم، ده جاني ده ولا ايه؟ ولا متهم؟ متهم. طيب متهم متهم لان الفكره في حاجه ان ده دراسه. يعني بص حضرتك، احنا النهارده لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن تخصص وجانب مهم جدا في عندنا في السنان. ده كتاب كده 1600 صفحه اسمه الاطباق، الاطباق او الاوكلوجن. الاوكلوجن كويس. النهارده الاطباق بتاع او علاقه الفكين ببعض كارتفاع وعلاقه بتاثر على مفصل الفك، بتاثر على شكل الوش، بتاثر على شده الوش. لو طبق لو واطي الوش يطبق، لو عالي تلاقي الوش مشدود اكنه على طول شدد عضلات بتاعه، وتلاقي على طول في الام في المفصل الفك، وتلاقي على طول في صداع نصفي، وتلاقي على طول في مشاكل باستمرار لو العضه مش مظبوطه. فعشان كده لازم كخطوه اساسيه في خطوات عندنا قويه جدا اللي هي ازاي تنقل علاقه الوش والشفايف والخد والمفصل للسنان، وتنقل الكلام ده للكمبيوتر عن طريق حاجه اسمها ديجيتال ارتكليتور اند فيسبوك. ده اللي بنسميه الجهاز الاطباق الرقمي، ومعاه القوس بتاع الوجه اللي بينقل التقوس وعلاقه الوجه وعلاقه الفك العلوي بالعظم بتاع الوش بالعلاقه اللي بتسند الخد. يعني انا النهارده لو انا طلعت السنان دي لبره هتلاقي الشفايف نفسها والخد اتشدوا، لو دخلتهم لجوه يطبقوا. فتبتدي تنقل الكلام ده وتحط على اساسه اماكن السنان. تمام؟ تحط على اساسه اماكن السنان تبتدي تعدل. في ده دكتور الاطباق ده اللي هو بتاع التركيبات الثابته، بس ده لازم يبقى حد جهبذ عشان يبقى فاهم اطباق. وبعدين يبتدي ينقل ده ليه، يقول له انا عايز السنان دي طولها كذا، شكلها كذا، انحناءاتها كذا، بروزاتها كذا في المكان الفلاني. طب انا عندي ايه بقى يعني؟ انت بقى ايه عملت ده؟ تيجي تركبه بقى على الوجه وعلى الاسنان. هل انا عندي اسنان فيها عوجاج؟ في الحاله دي هتعمل لها تحضير وتعمل لها تركيبات تعدل لها شكل الوش؟ ولا انا عنديش سنان اصلا فانا هحط زرعات في اماكن معينه عن طريق الاطباق ده، عن طريق الاشعه المقطعيه في العظم، توصلني لسنان تديني الشكل اللي سبورت او اللي يسند شكل الوش. فده الـ 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 الخطوات الاساسيه اللي بنطبق الكلام ده بقى دكتور ايمن. يعني احنا بنعلم الناس، بنطبق الكلام ده بتاع الاطباق وبتاع مفصل الفك وبتاع الكلام ده كله على الشغل بتاعنا المختلف بقى. لو انا عندي سنان يبقى في حالات بتاعت سنان، لو انا عندي زرعات يبقى في حالات بتاعت قد ايه الكلام ده بيفرق. يمكن معانا شويه حالات هنتفرج عليها. طيب واحنا بنتكلم برضه نشوف الحالات، بس في سؤال مهم. المريض اللي بيعتقد ده او المجتمع، لانه المجتمع بحاله بيبقى عيله بحالها، انه تجميل السنان ده لسن معين، مش سن كبير يعني. وده بقى تبص تلاقي ست كده لطيفه عايزه تروح له وتعمل تجميل سنان ومش عارف ايه، هتلاقي بقى ايه يعني في العيله اذا كان ليها مرات ابنها ولا حاجه تقعد بقى ايه تقول لك هي بتروح مش عارف ايه، وتروح لدكتور تجميل، بتروح لدكتور تجميل سنان.
فدول طبعا المجتمع اللي بيفكر ده ده جاني ده جاني طبعا جاني. ويمكن كان عندي حاله لسه كنا بنتكلم على موضوع الاطباق ده وتجميل السنان، يعني هما الاثنين ريليتد لبعض. ما هو انت لو تعمل اطباق مظبوط وبتعمل تجميل السنان مظبوط والسنان فقدت ارتفاعها، اتكسر جزء كبير من الاسنان الخلفيه، الاسنان الاماميه في حاجات منها مفقوده، فارتفاع الوش تلاقيه ايه فقد، تلاقي وشها هبط، شكلها عجز، شكلها كبر في السن 20 30 سنه. وهي كانت المفروض ان هي عايزه مجرد ايه شكلها يرجع. هي كانت بتتكلم معايا، عايز اقول لك امنا الفاضله دي كانت جايه مع بنتها ومش عايزه تعمل سنانها، هي بس بتتكلم ان انا والله ده احنا كبرنا، ده احنا شكلنا مش عارف ايه الكلام ده كله. قلت لها طب بص تعالي اقول لك على حاجه، تعالي هصور لك وشك وادخل لك بروبوزل على الكمبيوتر واوريكي شكل وشك بعد ما اعمل السنان. هي كل اللي في دماغها ان شكل الوش ده مستحيل هيتصلح بعد ما تعمل سنانها. لما شافت الشكل ما صدقتش، قالت لي فعلا ممكن بنتها بقى اللي شجعتها. لا يلا ماما نعمل. فعلا عملت في يمكن الحاله دي يمكن خدت لها تقريبا حوالي 10 ايام عشان نعمل الاطباق والفيسبو والعضه والكلام ده كله، وننقل العلاقه دي بتاعت الفم ونعمل السمايل ديزاين والكلام ده. بعد كده وصلنا الحمد لله للنتيجه دي ان هي الوش سبورتد، السنان سبورتد، تحس ان هي صغرت، تحس انها صغرت وايه وردت فيها الصحه. لما هي شافت نفسها كده في المرايه هي فعلا قامت تمشي بدل ما كانت ماشيه بالراحه وبتعكز وسنديني ومش عارف ايه، لا لا مش عايز حد يسندني وطالعه مشيه وبتاع. احنا ما عملناش حاجه في البتاع، بس السايكولوجيكال الامباكت بيفرق جامد جدا جدا جدا. بص انا اجمل حاجه في حياتي الطبيه ان انا اتعامل مع الناس الكبار، خصوصا الستات الكبار والرجال الكبار. الستات الكبار طبعا هم دي هي لحظه المتعه الاساسيه في حياتي. رهيب انا عايز اقول لك الاطفال، بس الاطفال ما بنتعاملش انا معاهم كتير يعني. لا بنتعامل ازاي؟ انت بتتعامل معاهم، احنا عندنا قسم اطفال. لا احنا عشان يعني ربنا يدي الناس الصحه، يعني طفل عنده سكر يعني بيبقى شيء مزعج ومؤلم لينا وبيبقى صدمه اكتر منه اي حاجه ثانيه، يعني بيبقى الحزن مخيم عليا انا نفسي. ما يشيلوش الهم، هيعيش حياه كويسه طالما بياخد الدواء كويس. لكن متعه متعه. انا بقول لك كانت جايه اول مره، كل مره تيجي مع حد. اخر مره بعد ما استلمت جت المتابعه بقى، جايه لوحدها. ايه يا حاجه انت جايه لوحدها؟ لا خلاص انا مش محتاج حد وانا صغرت بقى. تعالى بقى نروح للجزء الثالث المهم، بس ده هيبقى سريع جدا لان الوقت خلاص يعني. الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ ممكن زراعه الاسنان تخلي شكل الوش يرجع صغير، ويعني شكل المريض نفسه، شكل الانسان نفسه يتغير كله. طبعا هو يعني يقين طبعا. يقين عز اليقين. طبعا ده يمكن برضه ده نرجع ان احنا تصميم الابتسام مع الاطباق. طب احنا اللي فاتت كانت سنان، كانت عندنا الحاجه دي كان عندها اسنان ومتاكله وبتاع، عملنا لها تركيبات بس ومشت. طيب انا بقى عايز ابني، مفيش سنان. واحد كان معانا حاله ثانيه برضو، كان برضو قالوا له ما عندكش حل، قالوا له ما عندوش فك علوي اصلا. الفك العلوي لا عنده عظم ولا عنده زرعات، عنده 6 سنان في الفك السفلي، وطبعا الوش هبط وبرضو شكله. هو الراجل ده كان عايش في ايطاليا ومش بيتكلم حتى انجليزي، بيتكلم ايطالي يعني، كان عربي مكسر وايطالي، فاحنا كنا يعني متعذبين معاه شويه. تكلمني ده في الايطالي ايه؟ الله نابولي وروما. انا ماليش في الايطالي. كنا مش عارفين فقعدنا عملنا كونسلته ان احنا اول حاجه عملناها قبل ما نبتدي اطباق. انا عايز الاول ارتفاع السنان دي قد ايه؟ هعمل ارتفاع الجزء العلوي بتاع الزرع قد ايه؟ هخرج، انت شايف يمكن معلش نرجع للصوره اللي فاتت، الزرع اللي ورا يا دكتور ايمن خارجه لبره ليه؟ عشان الخد العظم هنا متاكل اكتر، فالسنه اللي اتحط عليها تسبورت الخد الناحيه دي اكتر، العظم الناحيه دي متاكل اقل، فالزرع نازله مستقيمه. كل زرعه بتحط اتجاهها طبقا للاطباق اللي اتحط في الاول واتحط على الصوت سمايل ديزاين وشكل الوش واتجاه الوش بعديها والكلام ده كله. اتعمل له حشو عصب في الاسنان السفليه عشان خاطر كان برده فيها مشاكل، اتعمل له تحضير واتعمل رسم لاكنك بترسم هيكل
كانك رسمت العماره بالشكل النهائي بتاعها وبعدين عملت الهيكل الاول وبعدين بنيت عليه بعد كده الفينش النهائي، عمل شايف البروز بتاع السنان الخلفيه عشان تسبورت او تسند الخد، البروز بتاع الاسنان الاماميه، اللثه شكلها عامل ازاي، تطابق اللثه مع السنان شكله عامل ازاي، الفك السفلي شكله عامل ازاي، المنطقه الاماميه اسنان، المنطقه الخلفيه لثه درعات، يعني هنا الفك السفلي ده شايف حضرتك المنطقه الاماميه دي اسنان، المنطقه الخلفيه دول ثلاث كباري، بس الثلاث كباري الكوبري معمول تقفيل اللثه عليه بشكل معين وخافيين في اللثه ان هم ثلاث كباري مفصولين، ودي مش عايز اقول لك الاحترافيه بتاعتها والصعوبه ان انت تعمل فلاسه كباري جنب بعضيها، ده شيء صعب جدا. تبتدي تحط الاسنان واللثه تاخد لون اللثه، تاخد اتجاهات اللثه، تاخد السبورت وتحصل على الشكل النهائي بتاع الراجل اللي هو ما بين ان هو كان وشه هابط شايف شنب وكان داخل لجوه وشفته مش باينه ومش عارف يتكلم ومش عارف ايه والكلام ده كله، ليه واحد ضحكته مفعمه بالحيويه سنه صغر 20 سنه الخد سبورتد جدا بدل ما كان الخد كله تجاعيد وداخل لجوه، لا الخد دخل طلع لبره واصبح الضحكه نفسها جميله جدا، يمكن الرينكلز او التجاعيد لسه ما راحتش لان هي بتاخد دي عضله تاخد شويه وقت، وساعات بنقوم حاطين لها شويه فيلر برده كده نقوم شايلين التجاعيد دي بحيث ان احنا نبقى ظبطنا كل حاجه. نورتنا. سيبين حاجة اي كمون اي حاجة حتى شايني في الحتة هنا بتاعتي بالظبط. تجميل الاسنان حق لكل انسان ولازم كل انسان لاخر يوم في عمره، وبالعكس ده كلما كان سنه اكبر من حقه انه يكافئ في الحياة من نفسه ومن اللي حواليه بانه يكون اجمل، دي اهم حاجة، الناس دي اللي عايشين بخيرهم وبركتهم وبدعائهم لينا. الحاجة التانية المهمة جدا انه العلم يفترض ان انت تفهمه كويس جدا، لا تطلب من العلم ما لا يستطيعه ولا تتسرع ولا تتحدى العلم لانه العلم ما فيهوش فهلوة، الكلام للمرضى والكلام للمرضى، الكلام للكل. صح؟ صح حبيبي. ما قلتش حاجة. انا قلت حاجة. مش حاجة. استاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي كالعادة وابدع في الناس الحلوة، خليكم دايما مع الناس الحلوة. الكوليرا، مرض الكوليرا من الامراض الوبائيه ومرض في منتهى الخطوره لانه مرض قد يودي بحياه الناس. ارتبط مرض الكوليرا بالحروب، يعني المكان الذي توجد فيه حرب توقع ان تنتشر فيه الكوليرا، وهنا تبقى علامات استفهام مخيفه جدا، هل الكوليرا تنتشر نتيجه انخفاض مستوى المعيشي اثناء الحرب، انتشار فرص الاصابه بالكوليرا نتيجه انخفاض النظافه، انخفاض الرعايه الصحيه؟